كم مرة تسبب شيء بسيط في فقدانك لسلامك؟ توقف مفاجئ في حركة المرور، شخص يصطدم بك في الحافلة، أو زميل في العمل يدلي بتعليق غير لائق. هذه المضايقات الصغيرة، مهما بدت غير مهمة، لديها القدرة على إفساد يومك بأكمله. الحكمة الحقيقية تكمن في عدم السماح لهذه الأشياء بإفساد يومك أو سلب سلامك. الستويسيزم يتحدانا أن نعبر عن أفضل ما لدينا في كل الأوقات بالتركيز على ما يمكننا التحكم فيه وقبول الباقي بهدوء. تخيل أن تعيش حياة لا تتأثر فيها بالإحباطات الصغيرة، حيث يبقى هدوءك سليماً بغض النظر عن الظروف. هذه هي القوة التي يريد الستويسيزم أن تكتشفها. يريد منك أن تعترف بقدرتك على مواجهة الأحداث بطريقة بناءة، متحملاً المسؤولية عن رفاهيتك. الممارسات والاستراتيجيات التي سنشاركها لاحقاً ستمكنك من مواجهة تحديات الحياة بهدوء ومرونة، وتحويل ردود أفعالك الفورية إلى استجابات مدروسة وبناءة. أتقن فن القبول الطوعي. المعاناة هي مقاومتنا النفسية لما يحدث. الأحداث يمكن أن تسبب ألماً جسدياً، لكن المعاناة والاضطراب الداخليين يأتيان من صراعنا ضد الواقع. عندما نتضايق من السائق الذي يقطع طريقنا في المرور أو نشعر باليأس عندما لا يقبل أي سيارة أجرة طلبنا، نحن نقاوم ما هو موجود. هذه المعركة غير مجدية وتخلق المزيد من المعاناة. بدلاً من القتال ضد كل شيء صغير يحدث، المفتاح هو أن نتعلم القبول. إذا قاومنا الواقع معتقدين أن كل شيء ضدنا، سنعاني أكثر فقط. إذا كانت هذه هي إرادة الطبيعة، فلا يكن كما قال الرواقيون. هذا مثل القول: لتكن مشيئتك اليوم، معترفين بوجود شيء أكبر منا وأننا لا نتحكم في كل شيء حولنا. قبول هذا أمر ضروري للهدوء. إتقان فن القبول الطوعي هو أمر ضروري للتعامل مع الأحداث الخارجية، حتى تلك التي تعتبر سيئة. علمنا إبيكتيتوس أننا يجب أن نتكيف مع ما يحدث. بذلك، لن يحدث شيء ضد إرادتنا ولن يحدث شيء نريده بطريقة معاكسة. من الذكاء قبول الواقع والتركيز على ما لدينا من سيطرة. فكر في لاعب بوكر جيد. يلعب بشكل جيد بغض النظر عن الأوراق التي يتلقاها. في الحياة، الأمر نفسه. لا يفوز من يتلقى أفضل الأوراق، بل من يتعلم اللعب بشكل أفضل. لا يمكنك اختيار الأوراق التي تتلقاها، ولكن يمكنك اختيار كيفية لعبها. إذا قبلنا بدلاً من المقاومة، نتخلص من إحباط الرغبة في أن يكون العالم مختلفاً. توماس إديسون هو مثال ملهم. في سن 67، رأى مختبره يحترق. بدلاً من اليأس، قال لابنه: اذهب وأحضر والدتك وجميع أصدقائها. لن يروا حريقاً بهذا الحجم مرة أخرى. في اليوم التالي، بدأ توماس إديسون في إعادة البناء. هذه هي القبول الحقيقي للرواقية. ليس استسلاماً سلبياً، بل المبادرة للنهوض. قبل إديسون وضعه بطيب خاطر وفعل الأفضل بما لديه. هذا ما ينصحنا به الرواقيون: لا تقاتل الواقع، بل تكيف معه وركز على ما يمكنك التحكم فيه. كان ماركوس أوريليوس يقارن الأحداث بالدواء الذي يصفه الطبيب. كما نتناول الدواء، يجب أن نواجه الأحداث كدواء من الطبيعة لنصبح أفضل. هذه الأحداث موجودة لنا وليس ضدنا. اقبل كل شيء كما لو كان اختيارك. بذلك، تتوقف عن كونك ضحية وتصبح وكيلاً مسؤولاً. تخيل أن تعيش بدون الإحباط المستمر من رغبتك في أن يكون العالم مختلفاً. لماذا لا يمكن أن تكون عائلتي مختلفة؟ لماذا لا يمكن أن تكون علاقتي مختلفة؟ عملي، منزلي؟
نعاني بسبب العديد من الأشياء التي لا نتحكم فيها. الآن تخيل الحرية في التركيز فقط على ما يمكنك التحكم فيه. يمكنني تعلم التحكم في مشاعري، أن أكرس نفسي أكثر، أن أفكر قبل أن أتكلم. مارس فن القبول. الحياة لا تحتاج أن تكون معركة مستمرة، يمكن أن تكون تدفقاً متناغماً حيث نقبل ونتعلم من كل تجربة، مستخدمين قوتنا وطاقتنا العقلية لتغيير ما يمكننا التحكم فيه حقاً أنفسنا. حول المشاكل إلى تقدم. إحدى الصيغ الأكثر فعالية لتجاوز المواقف السلبية هي رؤية العقبات كجزء من الطريق. جوهر هذا التعليم يكمن في تصوراتنا. يمكنك دفن رأسك في الرمال عندما تبدو الأمور كأنها تتآمر ضدك أو أن ترفع رأسك وتبحث عن فرصة للنمو. الخيار لك. داخل كل صعوبة توجد فرصة للنمو. إذا حافظنا على هذا في أذهاننا، سندرك أن ما يعيقنا هو ما يدفعنا في الواقع إلى الأمام. هذه هي جمال الرواقية، إنها تمكننا من تحويل ما يبدو سلبياً إلى شيء إيجابي ببساطة عن طريق تغيير وجهة نظرنا. الانتكاسات هي الساحة التي نمارس فيها الفضائل الرواقية مثل الشجاعة والصبر والانضباط والمغفرة. لا شيء يمنعنا من الرد بفضيلة، فهي دائماً في متناول أيدينا. ما يعيق الطريق يصبح الطريق. تخيل حريقاً، كل عقبة تستهلك وتستخدم كوقود. إذا لم يكن هناك شيء في الطريق، يموت الحريق. أنت هذا الحريق. نحن لا نزدهر على الرغم من التحديات، بل بسببها. هي التي تشكلنا، تقوينا، وتجهزنا لمواجهة المصاعب المستقبلية. ليست التحديات هي المهمة، بل الطريقة التي تراها بها وتتصرف بناء عليها. إما أن ننكمش أو ننمو. العيش بحكمة هو استخدام المشاكل للنمو. بمرور الوقت، ستتحسن في هذا وستصل إلى حالة من الهدوء الداخلي حيث لا شيء يمكن أن يزعجك. ستشعر بأنك مستعد للتعامل مع أي تحد تقدمه الحياة. إذا كنت تستمتع بهذا المحتوى وتريد أن تتعلم المزيد عن كيفية تطبيق الفلسفة الرواقية في حياتك، اشترك في قناتنا واضغط على زر الإعجاب بهذا الفيديو. ابدأ يومك بروتين صباحي. بالنسبة للرواقيين، الروتين الصباحي هو لحظة للتحضير العقلي والعاطفي، وقت مخصص للنظر داخل نفسك. ينصحنا بيكتيتوس بأن نبدأ اليوم بالتفكير فيما نريد تحقيقه وكيف يمكننا الاقتراب من أهدافنا، بطرح أسئلة مثل: ما الذي ما زال ينقصني لأتخلص من المشاعر السلبية؟ وما الذي أحتاجه للوصول إلى الهدوء؟ هذه الأسئلة تذكرنا بأننا كائنات عاقلة، قادرة على اختيار ردود أفعالنا وتشكيل حياتنا بالعقل والفضيلة. هذه اللحظة الصباحية من التأمل ضرورية لموائمة أفكارنا وأفعالنا طوال اليوم. تذكر نصيحة ماركوس أوريليوس؟ ابدأ يومك بالاعتراف بالامتياز الثمين الذي هو أن تكون حياً، تتنفس، تفكر، تستمتع وتحب. هذه الممارسة البسيطة من الامتنان تضعنا في موقف من القوة والإيجابية، وتجهزنا لمواجهة التحديات بمنظور متوازن. بإدراكنا للقيمة الجوهرية للحياة، نكتسب تقديراً أكبر للأشياء الصغيرة وإحساساً أكبر بالهدف. يذكرنا ماركوس أوريليوس أيضاً بأنه يجب علينا أن نكون مستعدين لمواجهة الأشخاص الصعبين. يقول: اليوم وكل يوم يمكنك أن تكون متأكداً من أنك ستواجه شخصاً أحمقاً. من خلال توقع هذه التفاعلات، يمكننا أن نستعد بالصبر والمغفرة واللطف. الاستعداد العقلي يسمح لنا بالرد بطريقة عقلانية وحنونة، بدلاً من الرد بشكل اندفاعي. بوضوح، لا تستعد لأن تكون ضد العالم، ولكن لتتصرف بعقلانية في عالم فوضوي، حيث لن يكون الجميع مستعدين كما أنت.
يذكرنا ماركوس أوريليوس أيضاً أن الأشخاص الذين يعارضوننا يشبهوننا ليس من نفس الدم أو الميلاد، ولكن من نفس العقل. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم القدرة على إلحاق الألم أو الغضب بنا، بل يستحقون تعاوننا وفهمنا. نقطة أخرى تساعدنا فيها الروتين الصباحي هي تذكر عدم دوام الأشياء. كل صباح كان سينيكا يتأمل في كيف أن ما استغرق سنوات لبنائه يمكن أن يدمر في ثوان. كان يقول: نعيش بين أشياء مقدر لها أن تموت. ولدت فانيان، أنجدت فانيين. قيم كل شيء، توقع كل شيء بدون استعداد، أي شيء بسيط يحدث خلال اليوم يمكن أن يزعج سلامك ويسبب القلق. الأفكار السلبية، الزملاء المضطربين أو التغييرات الصغيرة يمكن أن تسبب معاناة كبيرة. توقع كل شيء واستعد لكل شيء. هذه هي جوهر الرواقية في الروتين الصباحي. بدء اليوم بنوايا واضحة وروح مستعدة لا يجعلك جاهزاً لمواجهة التحديات فحسب، بل لتجاوزها بنعمة وحكمة. اجعل من صباحك لحظة لتعزيز نفسك والاتصال بقيمك الأعلى. قم بتسجيل العبارات الرواقية. كان الرواقيون يلخصون مبادئهم الأساسية في أقوال، وهي عبارات قصيرة تحتوي على تعاليم كبيرة. أمثلة مثل: عش بفضيلة، عش بتميز، عش وفقاً للطبيعة، وبعض الأشياء في قدرتنا وأخرى ليست كذلك، هي مبادئ بسيطة لكنها أدوات قوية لتغيير أفكارنا وشخصيتنا. هذه الأقوال مثل الأمثال الشعبية، مثل الكذب حبله قصير، تذكرنا في اللحظات الحرجة بما هو مهم حقاً. باستخدامها نحيد الأفكار غير العقلانية ونستبدلها بمعتقدات عقلانية ومفيدة. بالنسبة للرواقيين، كان من الضروري أن تكون هذه المعتقدات جاهزة دائماً للاستخدام عند الحاجة. تعلم الفلسفة الرواقية أن أفكارنا تشكل واقعنا. عندما نسمح للأفكار السلبية بالسيطرة على عقولنا، تتغير رؤيتنا للعالم وسلوكنا نحو الأسوأ. لهذا السبب، أنشأ الرواقيون مبادئ بسيطة وواضحة ليكونوا مستعدين دائماً لمواجهة التحديات اليومية. البساطة والوضوح في هذه العبارات أمران ضروريان لكي نتمكن من استخدامها كأدوات عقلية ضد الأفكار والأحكام السلبية. في فوضى الحياة الحديثة، هذه الأدوات أكثر أهمية. كتاب دليل إبتيتوس يوضح هذا جيداً. هذا الملخص الصغير للمبادئ الرواقية كان دليلاً دائماً متاحاً لمواجهة تحديات الحياة. مثل الرواقيين، يجب أن ننشئ ونحفظ عباراتنا الخاصة التي تساعدنا على تذكر قيمنا ومن نريد أن نكون. اسأل نفسك: ما هي قيمتي؟ ماذا أريد أن أدافع عنه؟ عند الإجابة على هذه الأسئلة، ستبدأ في إنشاء أقوالك الخاصة، أو يمكنك حفظ بعض العبارات التاريخية مثل: لون أفكاري يلون حياتي، التركيز على ما أستطيع التحكم فيه، تذكر أنك ستموت، أنا أيضاً فان، ما الذي استطيع التحكم فيه، ما الذي يجب علي فقط قبوله. هذه التصريحات ستكون أسلحتك الأساسية في الكفاح اليومي لتكون أفضل نسخة من نفسك ومواجهة تحديات العالم. ستعمل كدرع ضد الأفكار السلبية وكسيف لقطع الأوهام التي تمنعنا من العيش بشكل كامل. عندما تظهر المشاكل، يمكن لمبادئنا أن تمنحنا الاستقرار والوضوح. فهي ليست مجرد عبارات جميلة، بل أدوات عملية يمكن أن تحول حياتنا. تذكرنا هذه المبادئ بالتركيز على ما يمكننا التحكم فيه وقبول ما لا يمكننا تغييره بسلام. هذه الأسلحة العقلية ضرورية لحياة سعيدة ومرضية. بدونها نكون عرضة لتقلبات الحظ والمشاعر غير المستقرة. بها يمكننا مواجهة تحديات الحياة بثقة وحكمة، مع الحفاظ دائماً على الهدوء الداخلي.
لذا احتفظ بأسلحتك الرواقية دائما في متناول اليد. استخدمها لمواجهة التحديات اليومية وتفكيرك المستمر بقيمك وهدفك. هكذا ستكون جاهزا لعيش حياة متميزة متوافقة مع الطبيعة ومليئة بالمعنى. اترك لنا في التعليقات ما هي عبارتك الرواقية أو ما هي العبارة الشخصية التي تستخدمها كأمثال. كيف كانت حياتك؟ ننسى أننا فانون ونعيش كما لو أننا سنظل إلى الأبد محاصرين في روتين واهتمامات بلا أهمية. ندرك ذلك متأخرا جدا عندما نتمنى لو كنا قد بدأنا في العيش بشكل كامل في وقت مبكر، مستمتعين بكل لحظة ومقدرين الأشياء الصغيرة التي تهم حقا. يفعل الناس كل شيء للبقاء على قيد الحياة، ولكن عندما يكونون أحياء يهدرون وقتهم غير مدركين أنه يمكن أن ينتهي في أي لحظة. المفارقة واضحة، نحن نحارب من أجل الحياة لكننا لا نعرف كيف نعيشها حقا. تعيش كما لو كنت أبديا دون التفكير في هشاشتك، غير مدرك للوقت الذي مضى، وتهدره كما لو كان لديك وقت لا نهائي. كل يوم تخصصه لشيء أو لشخص ما قد يكون الأخير. تتصرف كموتى عندما تخشى شيئاً وكخلدي عندما ترغب في شيء. هذه الكلمات من سينيكا تذكرنا بضرورة العيش بهدف. الاعتقاد بأن لدينا دائماً وقت كاف لفعل كل ما نريد هو أمر شائع، لكن هذا الإحساس الوهمي بالخلود يجعلنا نؤجل الأحلام ونتجاهل اللحظات المهمة. عندما ندرك هذه الحقيقة، يمكننا تغيير عقلية التفكير لدينا. قبول أننا فانون لا يجب أن يجعلنا نتضايق، بل يجب أن يحفزنا على العمل. يجب أن نحارب التسويف، نواجه مخاوفنا ونملأ حياتنا بتجارب ذات معنى وعظيمة. جعل كل يوم ذا قيمة لا يعني التوقف عن لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة مسلسلاتك أو العمل أقل. الأهم هو الوعي والتصميم الذي نضعه في هذه الأمور. يمكنك فعل كل شيء في حياتك وما زلت حاضراً. نحن بحاجة إلى أن نكون حاضرين في كل لحظة ونتخذ خيارات واعية حول كيفية قضاء وقتنا الثمين. هذا القدرة على الاختيار في أيدينا. هل نحن حقاً نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة؟ أم أننا سنكون ذلك الشخص الذي مدفوعاً بالندم سيعطي كل شيء من أجل بضعة أشهر أخرى من الحياة لفعل ما لم يفعل؟ انظر إلى حياتك الآن، هل عشت بما فيه الكفاية؟ كيف كانت حياتك حتى الآن؟ ما الذي تريد تجربته أكثر؟ من تريد أن تكون وكيف تريد أن تعيش في هذا العالم؟ إذن لماذا تترك أحلامك مجمدة؟ لماذا تسمح للأفكار السلبية بأن تحتل مساحة أكبر في عقلك من الامتنان؟ لماذا تفقد الأمل بسبب فشل الكثير من الأمور؟ هذه الأسئلة أساسية لتوجيهنا نحو حياة أكثر اكتمالاً وصدقاً. أريد أن أتمكن من النظر إلى الوراء وأقول، نعم، استغليت كل لحظة. عشت حياة جيدة. كنت حاضراً للأشخاص الذين أحبوني، سعيت لتحسين شخصيتي، بنيت علاقة مع الله وتذوقت كل لحظة في حياتي. ليس الأمر متعلقاً بالكؤوس أو المكانة الاجتماعية، ولا بمقدار المال الذي تملكه في البنك. المهم هو أن تنمو كشخص وتصبح إنساناً ناضجاً. يتعلق الأمر بالازدهار في قيم مثل الهدوء، الصبر، العدل، اللطف، المثابرة، الفكاهة، الشجاعة والانضباط الذاتي. علمنا الرواقيون أن المهم ليس كم من الوقت نعيش، بل كيف نعيش. جودة الحياة تقاس بشدة كل لحظة، وليس بعدد السنوات. دعونا نستخدم وقتنا بحكمة، لكي نتمكن من النظر إلى الوراء بابتسامة من الرضا، بدلاً من تنهيدة من الندم. المفتاح هو العيش بوعي، والاستفادة من كل لحظة كما لو كانت الأخيرة. لا تدع الوقت يمر دون أن يلاحظه أحد.
الآن إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ممارسات الفلسفة الرواقية، اشترك في القناة وأعجب بهذا الفيديو. إذا كان لديك أي استفسار، اتركه في التعليقات وسأرد عليك قريباً. يمكنك أن تعيش معجزاتك إذا أردت شيئاً جيداً، يجب أن تستمده من نفسك. يذكرنا بيكتيتوس أننا مسؤولون عن ازدهارنا. اليوم ترى كلمة ازدهار غالباً كمجرد مرادف للمال، ولكن إذا نظرنا إلى الكتاب المقدس، وهو نص يعتبر مقدساً، سنرى أن الازدهار لم يكن أبداً مالياً فقط. الأشخاص المزدهرون كانوا هم الذين عاشوا في وئام مع كلمة الله. فكروا في عدد الأشخاص الأغنياء الذين نراهم في الأخبار قد انتحروا أو يعانون من الاكتئاب أو على الرغم من المال يعيشون حياة بائسة. الحياة المزدهرة هي الحياة التي نقترب فيها من الفضائل، من ذاتنا المثالية، حيث نزدهر كبشر من خلال ممارسة المزيد من اللطف والحب كل يوم. كانوا يعتقدون أن الازدهار الحقيقي يكمن في العيش بتفوق أخلاقي وزراعة فضائل مثل الشجاعة والعدالة والاعتدال والحكمة. نحن مسؤولون عن السعادة في حياتنا. هذا هو الجانب الأكثر تحدياً وجاذبية في الفلسفة الرواقية، لأن هذه المسؤولية تحرمنا من أي عذر لعدم تحقيق الحياة السعيدة والمكتملة التي نرغب فيها جميعاً. إنه تحدٍ لأنه يمنعنا من إلقاء اللوم على أي شخص أو أي شيء من أجل سلامنا الداخلي. لا يمكنك إلقاء اللوم على زوج لزواج غير سعيد إذا قبلت العيش بأقل من الحب والتفاهم. لا يمكنك إلقاء اللوم على الشركة عن مسيرتك المهنية إذا لم تكرس نفسك للتطور المهني وأغلقت أمام الفرص الجديدة. لا يمكنك إلقاء اللوم على الحياة أو الله لعائلتك أو المكان الذي تعيش فيه إذا لم تسعى إلى إعادة تأهيل نفسك عاطفياً ومالياً بما يتجاوز ما تم تقديمه لك. نحن المسؤولون الوحيدون عن اختياراتنا ومواقفنا، ولهذا السبب يجب أن تكون السعي نحو التفوق الشخصي مستمراً. كان الرواقيون يعتقدون أنه من خلال زراعة السلوك الفاضل يمكن لكل واحد منا أن يحقق حياة كاملة وذات مغزى. يعلموننا أن جودة الحياة لا تقاس بعدد السنوات التي نعيشها، بل بعمق ومعنى كل لحظة. من خلال ممارسة الفضيلة يومياً، نحن نستعد لمواجهة تحديات الحياة بهدوء وحكمة. لم يركز الرواقيون على النتيجة المستقبلية لحياة سعيدة، بل على العملية الحالية للعيش بتفوق، والتي يجب أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة. لذلك، الازدهار الحقيقي لا يكمن في تراكم الثروات المادية، بل في تطوير شخصية قوية وفاضلة، في أن نصبح أشخاصاً أفضل كل يوم، وفي العيش في وئام مع قيمنا الأعلى. هذا هو الطريق إلى حياة مزدهرة وسعيدة حقاً. هذا التركيز على العملية يجعلنا مسؤولين بشكل أساسي عن ازدهارنا الخاص، لأننا نحن الذين نتحكم في هذا الطريق. تعلمنا الفلسفة الرواقية أننا مسؤولون عن سعادتنا، وكذلك عن تعاستنا. تحمل هذه المسؤولية يزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا. من ناحية أخرى، فإن عقلية الضحية التي تلوم الظروف الخارجية على تعاستنا تجعل من المستحيل تحقيق حياة كاملة. لا ينبغي لنا أن نسمح للنتائج التي حصلنا عليها بتحديد رفاهيتنا وحالتنا العاطفية. يقول الرواقيون إن الأحداث الخارجية والآخرين يمكن أن يؤثروا على كيفية عيشنا، لكن لا يمكنهم تدمير حياتنا. فقط أنت يمكنك فعل ذلك عندما تسمح لنفسك بالانزعاج من الأشياء التي لا تتحكم فيها، وعندما لا تتصرف بأفضل طريقة ممكنة أمام الأحداث. يجب أن تعتمد سعادتنا بأقل قدر ممكن على العوامل الخارجية. هذا ممكن عن طريق التركيز على ما نتحكم فيه ومحاولة تحقيق أفضل ما في المواقف التي تعرض علينا. ربط سعادتك ببعض الأحداث المستقبلية، مثل سأكون سعيداً عندما أحصل على، أو سأكون سعيداً عندما أفعل،
هو السبب الجذري للمعاناة العاطفية. إنه مثل الأفق، يمكنك المشي لأميال ولكنك لا تصل أبداً. السعادة الحقيقية هي الرغبة في القليل والشكر على ما لدينا بالفعل. لا يمكننا تغيير الأشياء التي تحدث في العالم، لكن يمكننا تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى هذه الأشياء وما نختار القيام به بها. اختر أن تجعل من حياتك معجزة. اختر أن تعيش بحكمة كل يوم. دعونا نغير حياتنا معا يوما بعد يوم، بدءا من اليوم. الآن أود دعوتك للالتزام بهذه العقلية الجديدة. اشترك في القناة، اترك إعجابك وشارك تجربتك معنا في التعليقات. شكرا لكم أصدقائي على فيديو آخر.